اسم محمد بليد، سن 24 سنه. الدومين الفكره جاتني كان الهوايه ديالي هي اللي بغيت نمشي فيها هو الطبخ. والفكره كيفاش جاتني؟ جاتني من بعد انني مدوز تقريبا عام ونص ديال الستاج، لي ستاجي في لي ريستو، وخديت فيهم فكره واللي خلاتني انني نفكر انني ندير واحد المشروع ديالي. ما بغيتش نتجه نمشي لواحد، وبغيت انني نخدم ندير شي حاجه ديالي اللي تكون نكون مستقل ديال راسي. وبغيت نجرب هذه الفكره، ما حدي انني باقي في الله شويه اللي نقدر نجرب واحد الفكره واش تصدق ولا لا. والحمد لله دابا من بعد ما جات هذه الفكره هذه، وحاولت انني درس لكم من بعد ما درست هذه الفكره هذه، واخا انني بحال نقول لكم واجهتها بوحدي، ولكن كاين واحد الجهه من الاصدقاء وشحال من واحد اللي دعم هذه الفكره هذه، واللي قال لي ماشي قال لي في الاول اننا نقدروا نساندوك ماشي مشكل، على ما تجمع كليان وعلى ما بنادم يجرب الاكل ديالك وشحال من حاجه باش يعرف. وكيف ما نرجع لكم قبل، كيف ما بالنسبه للفكره كيفاش جاتني، الفكره جات من ملي توقفت من 16 في شهر 3 بالضبط في 20، ملي بدات الازمه ديال كورونا في المغرب. من تما جاتني فكره انني نبقى نطيب وندير دي فيديو في يوتيوب، كان عندي شي في يوتيوب كنلوح في فيديوهات. ومن تما من مده تقريبا ديال شهرين جاتني فكره انني ندير باج فيس صفحه في فيسبوك، واللي هي اصناف منزلي، واللي الحمد لله ما بدات الانطلاقه ديالها حتى 10 في شهر 10 بالضبط في اكتوبر، واللي كانت البدايه ديالها صراحه ما كنتش متوقع ان هذيك هذيك الكليان اللي غادي يجيو في الاول، وبنادم غادي يشجع والفكره غادي تعجب الناس. وحتى بالنسبه للاكل الحمد لله الناس كاملين عجبهم، وهذه هي هذا الشيء اللي خلاني انني نزيد نكمل فيه ونزيد انني نطور من المشروع ديالي، واللي كنفكر ان شاء الله من هنا للقدام. واخا مازال شويه ديال كاين المعاناه وكاين شحال من حاجه، حيت كنخدم دابا في البدايه راسي، وكما كتشوفوا كنطيب في الدار كنوجد والليفري، مع انني مازال متحكم في الوضع هكا في البدايه الحمد لله، مازال متحكم في الوضع كنليفري ونمشي نوصل الطلبيات للناس. ولكن من هنا لقدام كنفكر انني ندير شي نحاول، واخا هي شي حوايج اللي صعيبه ان الانسان يديرهم في الاول في البدايه ديالو جي صعيبه كما قلت لكم. ولكن هذا الشيء اللي بغيت انا واللي بغيت نزيد فيه، بغيت انني نواجه هذا الشيء هذا ونشوف واش قادر عليه ولا ما قادرش عليه. الافكار اللي تكون عند الشباب كنفضل ان اي فكره جات لاي شاب في تاع الشباب، انهم اي فكره اللي جاتو شي فكره في باله انها كما كانت، يعني واخا يكونوا بنادم يكون منتقدك ولا يكون مؤيدك، يعني ماشي اشكال. يعني انا واجهت انتقادات في الاول كثيره، وكاين اللي سولت ناس قالوا لي ودي هذا الشيء راه ما غاديش يقدر ما يعطيكش يقدر ما يديرش، ولكن عاوتاني في اخر عاوتاني شجعتني. واي حاجه اللي نقدروا نقولها، كل واحد يدير داك الشيء اللي على اللي جا في اي فكره، يعني كل واحد يامن بالاحلام ديالو، والا بغى شي حاجه راه غادي يوصل لها باذن الله.